القوات الأمريكية والتحالف الدولي بشكل عام في القواعد التي يتواجدون فيها في الشرق الأوسط دخلوا في مرحلة تأهب كبيرة للغاية في منطقة الشرق الأوسط تحسبا لهجمات يتوقعونها بأنها ستكون قادمة ضدهم من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران والتركيز تماما على الفصائل المسلحة العراقية تحديدا. وهذه كلها جاءت بتفاصيل قادمة من المرصد السوري لحقوق الإنسان بهذا الشكل الذي ترونه يوم أمس، والمرصد السوري نشر ونقل وأكد بأن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي الموجودة في قاعدة التنف في المثلث الحدودي بين العراق وبين الأردن وسوريا وكذلك في قاعدة كونيكو تحديدا التي تأتي إلى شرق نهر الفرات دخلوا في عملية تأهب كبيرة استعدادا لهجمات كما تحدثنا قد تكون قادمة تحديدا من الفصائل المسلحة العراقية وتحديدا على قاعدة التنف. لماذا هذا التأهب ولماذا الفصائل المسلحة العراقية تحديدا؟ وذلك لأنهم يعلمون تماما بأن من الممكن أن يتعرضون إلى هذا الهجوم ردا على هجمات تقوم بها إسرائيل على الداخل السوري وعلى أهداف حساسة في الداخل السوري. قاموا بالعديد من الهجمات على مطار دمشق الدولي وعلى مدينة حلب وتحديدا على مطار حلب طبعا الذي يأتي بهذا الاتجاه تقريبا بضربة وضربة وضربات مكثفة، وذلك من أجل منع الشحنات وشحنات السلاح التي تأتي من إيران عادة عبر الأجواء العراقية بهذا الشكل إلى مطار دمشق وبعدها تتوجه إلى مطار حلب. الضربة التي جاءت يوم أمس من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على مطار حلب كانت كبيرة للغاية، وهي التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل في عملية إنذار. الضربة التي جاءت كما نتحدث عنها الآن هي أخرجت مطار حلب عن الخدمة تماما، إلى درجة عندما تذهب إلى الفلايت ريدار 24 بهذا الشكل ستلاحظ بأن الطائرات لم تعد تصل إلى محافظة حلب وإلى مطار حلب، تلاحظ بأن الطائرات كلها تتواجد في هذه المنطقة، ليس هنالك أي طائرة من أي اتجاه لساعات طويلة، وهذا المطار خرج عن الخدمة طبعا بشكل كبير وخطير للغاية. كانت هنالك لقطات من الضربة التي جاءت ليلة يوم أمس بهذا الشكل كما تلاحظون من مدرج مطار حلب الذي تعرض إلى هذه الضربات، كما تلاحظون اللقطات واضحة جدا إن المدرج تأثر كثيرا. الضربة جاءت بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه قد لا تكون واضحة، ولكن هنالك صورة توضح الضربة بالضبط التي جاءت والتي أخرجت المدرج المهم في مطار حلب كما تلاحظون بهذا الشكل. هذه الضربة جاءت بهذا الشكل وجاءت بهذه الطريقة التي ترونها، وهذه الضربات هي لا تأتي من فراغ أبدا، هذه الضربات هي جاءت بتخطيط كبير. كانت هنالك 3 ضربات في أقل من 10 أيام من قبل الإسرائيليين على مطار حلب، على مطار دمشق، على المنظومات الدفاعية، على المنظومات الرادارية. وإذا ما أخذنا الضربة القبل الأخيرة أي قبل الضربة التي جاءت يوم أمس في 31 أغسطس فإنها كانت ضربة مؤثرة للغاية وتكتيكية تهيئ إلى هذه الضربة التي نتحدث عنها بتسجيل طبعا مطار حلب. هذا هو مطار حلب وهذا هو مطار دمشق. كانت هنالك كما تلاحظون 31 أغسطس في هذا التاريخ الذي تلاحظونه تحديدا، وهنا في 1 سبتمبر من هذا الشهر تحديدا كانت هنالك ضربة ضد المنظومة الرادارية لمطار حلب وكذلك ضربة ضد المنظومة الرادارية لمطار دمشق الدولي، وأيضا هنا ضربة ضد الرانوي أي وهو ألا وهو طبعا المدرج الخاص بمطار حلب آنذاك. وطبعا إذا ما توجهنا مباشرة إلى القمر الصناعي لكي نرى هذه المنطقة ونفهم هذه التسجيلات والضربات وأين جاءت وأين هي الرادارات آنذاك بالتوجه إلى العاصمة السورية دمشق بهذا الشكل، هذه هي العاصمة السورية دمشق، لنتوجه مباشرة إلى مطار دمشق الدولي. أين هو هذا الرادار الذي ضرب بالتوجه إلى هذه المنطقة تحديدا إلى جنوب المطار تقريبا؟ سنلاحظ بأن هذا هو وهذه المنظومة الرادارية التي ضربت وهي دمرت تماما بحسب هذه التسجيلات، وهي ستدمر تماما وتعيق مسألة توجه الطائرات إلى المطار طبعا وتحديد المسارات الخاصة بها. هنا محافظة حلب، هذا هو مطار حلب لكي ننظر إلى طبيعة الضربات وإلى المدارج، وهذا هو بهذا الاتجاه هو وهي المنظومة الرادارية التي ضربت في مطار حلب كما تلاحظون. هذه المنظومة الرادارية كانت هنالك صور بعض الضربات مباشرة التي طالت هذه المنظومة لتعيق كما تحدثنا
تحرك الطائرات، طائرات الشحن التي عادة ما يكون الحرس الثوري الإيراني يشحن بها السلاح إلى تلك المنطقة. بالنظر إلى الإيميج سات انترناشنال بهذا الشكل، هذه هي المنظومة الرادارية في مطار حلب قبل وبعد، كما تلاحظون دمرت بالتمام والكمال. بل إذا نظرنا مباشرة إلى صورة محدثة في الأول من سبتمبر بعد 24 ساعة من هذه الضربة، هذه المنظومة الرادارية التي تحدثنا عنها، وهنا المدرج كما تلاحظون تعرض إلى ضربة كبيرة للغاية، ولكن هنالك عجلات وسيارات قد وصلت إلى تلك الضربة وكانوا يعملون على إصلاح هذا المطار من أجل عملية استمرار عمل هذا المطار، وعلى ما يبدو بأنهم عملوا ونجحوا في عملية إصلاح هذا المطار، وهذا ما ساعد مباشرة الطائرات طبعا الإيرانية أن تصل إلى هذه المنطقة، وهو ما يفسر لماذا جاءت الضربة الإسرائيلية مباشرة لتعطل هذا المطار الذي نتحدث عنه. وبالتالي أيضا يجب أن ننتبه إلى مسألة أخرى، بأن كانت هنالك عدد من الأمور التي تطورت من قبل روسيا تحديدا، هي التي سمحت لهذه الضربات أن تكون بهذه الكثافة، وهي تأتي في منطقة تأتي على البحر المتوسط بهذا الاتجاه. إذا ما حاولنا أن نقترب من هذه المنطقة بالقرب من طرطوس، وكما تلاحظون في هذه المنطقة، دعونا نتوجه إلى هذه المنطقة الجنوبية التي تتواجد فيها منظومات S-300 الروسية. إذا ما أخذنا صورة أوضح بهذا الشكل، فإن المنظومات الدفاعية في 25 من أغسطس من S-300 الروسية قد اختفت تماما من هذا الموقع. دعونا نتوجه مباشرة إلى الإيميج سات انترناشنال التي وضحت هذه المسألة. هذا هو نفس الموقع الذي نظرنا إليه، لاحظ المنظومات الدفاعية التي تأتي معها المنظومات الرادارية وغيرها من هذه الأمور، نلاحظ بهذا الشكل أنها متواجدة، وبعدها في 25 من أغسطس اختفت تماما، لم تعد هنالك منظومات دفاعية في هذه المنطقة. هنالك منظومات دفاعية مثل S-200 أو S-400 التي تقودها روسيا والتي لا تستخدمها ضد الضربات الإسرائيلية نهائيا، ولكن ما تبقى هي منظومات دفاعية غير قادرة على عملية صد الضربات التي نتحدث عنها بكل تأكيد. وعلى هذا الأساس هذه المسألة أصبحت مسألة سهلة بالنسبة للإسرائيليين، ومهدت تماما الكثير من الأمور. إذا ما ابتعدنا بالصورة لنأخذ صورة عامة عن ما نتحدث عنه من هذه الضربات الخطيرة والتي ممكن أن نرى تحولاتها في الفترة القادمة، فإن ضربة ضد مطار دمشق، ضربة ضد مطار حلب، وكذلك أن المنظومات الدفاعية قد انسحبت في 25 من أغسطس، وكانت أساسا هنالك معلومات مثيرة للغاية بأن كان هنالك اجتماعا بين 3 ضباط الروس مع نظرائهم الإيرانيين، وطلبوا منهم الانسحاب من موقعين من مناطق سورية بالتحديد، والسوريين كانوا منزعجين، وهذه كانت أصلا بتفاصيل نشرها الشرق الأوسط تحديدا، بأن هذا الاجتماع أدى إلى انسحاب الإيرانيين فعلا من هذه المناطق، منظومات دفاعية غير موجودة، وبالتالي فتحت الأبواب للضربات التي رأيناها. بل إن الإسرائيليين أساسا كانوا يهيئون لهذه الضربة قبل 72 ساعة، أي قبل 48 ساعة تماما من هذه الضربات التي نتحدث عنها. طائرات الاستخبار الإلكتروني النحشون شابت التي ترونها بهذا الاتجاه، لنختار لونا جيدا لهذه الصورة، سنلاحظ بأن الطيران لهذه الطائرة، هذه طائرة طبعا طائرات النحشون شابت أو النحشون إيتام التي هي كانت للاستخبار الإلكتروني، لاحظ كيف تحلق بهذا الشكل المستقيم، وهي توضح بأنهم كانوا يراقبون كل صغيرة وكبيرة هنا دمشق كما ترون، كذلك من هذا التحرك على سبيل المثال، من هذا التحرك كلها تأتي باتجاه دمشق وباتجاه محافظة حلب تحديدا ومطار حلب، كانوا يراقبون كل صغيرة وكبيرة وحققوا هذه الضربات. بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان كانت 6 صواريخ إسرائيلية وأدت إلى قتلى وجرحى بما يعادل 8 أشخاص، 3 أشخاص من هؤلاء الأشخاص قد قتلوا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكالة الأنباء السورية قالت لم يكن هنالك أي قتلى أو أي جرحى من هذه العملية. لذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هي بدأت تجد بهذا التأهب الذي بدأوا يفعلونه في قاعدة التنف وفي قاعدة كونيكو، على الأقل مما لاحظه المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل المسلحة في العراق هي التي ستضرب وهي التي سترد انتقاما من الضربات الإسرائيلية، وهو نفس الأمر ونفس السيناريو الذي كان قد تم في 15 من أغسطس. الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي سبق أن كشفوا أن طائرتين مسيرتين مفخخة
كانت قد انطلقت من محافظة بابل في إشارة إلى جرف الصخر بهذا الشكل وضربت قاعدة التنف مباشرة انتقاما لضربات إسرائيلية بشكل مباشر. وهذا طبعا هو أمر منتبهين هم لهم تماما، وطبعا هم منتبهين أيضا إلى مسألة إلى أن هذه الفصائل المسلحة هي ستستغل مسألة مهمة جدا تجري في الداخل، وقد أعلنوا عنها إحدى الفصائل قد أعلنت عنها في ظل الأزمة السياسية الجارية في العراق بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي. هنالك نزاع كبير جدا يجري وأزمة سياسية مستمرة. إحدى الفصائل المسلحة كانت قد هددت جميع القواعد الموجودة في المنطقة بشكل عام، واعتبرت بأن ما يجري هو عبارة عن فتنة داخلية، وأن هذه الدول الناتو، السفارة البريطانية وغيرها هددت جميع القواعد التي تتواجد فيها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي السبب في هذه الأزمة التي ترونها، وهي الأمر وهو الأمر الذي انتبه له معهد دراسات الحرب Understanding War طبعا. وكما تلاحظون هذا هو الفصيل تحديدا الذي هدد بهذا الشكل في بداية الأزمة بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي، وهم منتبهون أيضا تماما إلى زيارة إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني. كانت هنالك أنباء متضاربة عن وصوله ليلة يوم أمس إلى بغداد مباشرة، وربط بعض المراقبين وصول هذا الرجل بأنه لمسائل داخلية متعلقة باجتماعات مع قادة الفصائل مع الإطار التنسيقي. الموعد كان مثيرا بأنه كان حاضرا قبل قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم. هنالك الكثير من الأنباء المتضاربة حول هذا الموضوع، ولكن حضوره على الأقل أكده تموز إنتل بأن قاآني in Baghdad is confirmed، أي بما معنى بأنه بالتأكيد هو موجود في بغداد. ما الذي فعله؟ لا زالت هنالك أنباء متضاربة حول هذه المسألة. الأهم على المستوى الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة قد تعني بأننا أمام ضربات قادمة بالنسبة إلى قاعدة التنف تحديدا، خاصة وأن هذه المسألة التي نراها اليوم بأن الأزمة تزداد بشكل خطير بالنسبة للأزمة السياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر طبعا أكدوا بأنهم لا يمتلكون الحق في حل مجلس النواب العراقي، وهذا يفتح الباب للإطار التنسيقي بأنه يجب أن يقوم بعملية جلسة في البرلمان، ومن حقه أن يستكمل استحقاقاته الدستورية وأن يشكل الحكومة العراقية حكومة خدمية وطنية كما هم يتحدثون. وهذه الأمور تسير تماما عكس ما يريده التيار الصدري، وأساسا الحكومة كما نعلم هي حكومة تصريف أعمال غير قادرة على عملية استغلال الفقرة الخاصة برئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي. الفقرة طبعا باء من المادة 64 بأنه من الممكن أن يرفع طلبا إلى رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية يقوم بحل البرلمان، هذا لم يعد متوفرا بحسب العديد من الخبراء القانونيين. وعلى هذا الأساس الأمور تبدو متوجهة إلى التصعيد، ولكن كل شيء هو مؤجل إلى بعد أربعينية الإمام الحسين التي ستكون في مساء 16 سبتمبر، وكذلك يوم 17 سبتمبر القادم. كل شيء مؤجل حول هذه المسألة. الآن هي مسألة حرب إعلامية لا أكثر ولا أقل، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية والأوساط الأمريكية هي منتبهة بأن هذه قد تكون فترة جيدة للفصائل المسلحة أن تضغط على هذه القواعد في ظل الضربات التي تحدثنا عنها الإسرائيلية، وفي ظل الأزمة الأزمة الصعبة للغاية التي تجري حول الاتفاقية النووية، والأنباء بأن الاتفاقية النووية وصلت إلى مرحلة فشل، وبالتالي قد تكون هي فرصة كبيرة لاستثمار هذه المسألة وهذه الضربات تحديدا. ويجب أن ننتبه أيضا أن إسماعيل قاآني وصوله إلى بغداد هو جاء بعد انتهاء زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف من بغداد، أنهتها من بغداد وهي الآن موجودة في إقليم كردستان في أربيل. التقت بالسيد طبعا مسعود البرزاني، التقت بالسيد جرفان البرزاني بعدد من القيادات الموجودة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى مسألة العراق مرة أخرى بأنها مسألة طاقة مهمة للغاية. وهنا الأمر المهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وما هي منتبه إليه أن فشل المفاوضات النووية المحتمل الآن بشكل كبير سيؤدي إلى خسارة الغاز الطبيعي. إيران صاحبة أكبر ثاني احتياطي للغاز الطبيعي على مستوى العالم، وأوروبا بحاجة إليه، وكذلك إمدادات الطاقة والنفط الإيراني الذي قد يكون مهما. هذه كلها ستخرج عن الحسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إحدى المنتديات الاقتصادية والمؤتمرات الاقتصادية شرق روسيا. كان قد قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا غير قادرين على عزل روسيا أبدا، روسيا
آسيا، بالعكس وجدت استثمارات كبيرة في الشرق الأوسط وأسواق الشرق الأوسط. الشرق الأوسط مفتوحة بالنسبة إليها، وكذلك هنالك استثمارات مهمة ستعمل عليها مع إيران، تبادل تجاري كبير مع الصين، وبالتالي الأمور تبدو عكس ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا في ظل هذه الأزمة السياسية التي نتحدث عنها وتصعيد الفصائل المحتمل مع استنفار الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المناطق، وقد تتعرض إلى الضربات كما نتحدث الآن، وإن هذه كلها تهدد إمدادات الطاقة العراقية، بل إن إمدادات الطاقة العراقية الآن والنفط تحديدا هو في مشكلة من دون هذه المشاكل التي نتحدث عنها. كيف لهذا الأمر أن يكون دقيقا؟ رويترز قد اطلعت على تفاصيل مهمة على بيانات قادمة من شركة سومو العراقية طبعا، ووجدت واطلعت وعرفت بأن إنتاج النفط العراقي من في أغسطس تحديدا الإنتاج قد ارتفع ب 67 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي. 67 ألف برميل هذا المقدار هو الذي ارتفعت به في أغسطس مقارنة بيوليو، وهذا يبدو أمرا مهما وجيدا. وكذلك الإنتاج قد ارتفع بشكل عام، إن العراق قد أنتج ما يقارب 4.6 أو أكثر من 4.6 مليون برميل من النفط الخام في اليوم الواحد في أغسطس، وهذا يأتي بأمر جيد وتفاصيل جيدة بأنها تتطابق تماما مع حصة العراق في الأوبك بلس، ومعنى ذلك أن إنتاج النفط قد تحسن كثيرا. ولكن المشكلة في صادرات النفط، صادرات النفط العراقية قد انخفضت بحسب التفاصيل التي نشرتها رويترز واطلعت عليها، بأن الصادرات قد انخفضت بنسبة 2 أو بالأحرى بمقدار 62 ألف برميل في اليوم الواحد. وكذلك أكدوا بأن بالنسبة لإقليم كردستان كان هنالك انخفاضا ب 45 ألف برميل في اليوم الواحد، هذا هو المقدار الذي انخفضت به، وبأن البصرة لم تتمكن من عملية تعويض هذه الصادرات المفقودة، وما تمكنت من تعويضه البصرة من هذه الصادرات هو فقط 25 ألف برميل في اليوم الواحد. وبالتالي انخفاض الصادرات، زيادة الانتاج النفطي هو أدى إلى فائض في النفط، وعلى هذا الأساس رويترز أكدت بأن هذا الفائض في النفط وهذه الزيادة في الإمدادات ذهبت إلى الخزانات العراقية وإلى الاستهلاك الداخلي تحديدا. وأكدت أيضا في نفس الوقت بأن كل هذه الصادرات وانخفاضها هي بسبب أن ليس هنالك أي تحديثات أو أي عمل على البنية التحتية النفطية في الداخل العراقي، وبالتالي لاحظ أن الصادرات في مشكلة رغم أن الإنتاج جيد جدا، فما بالك أن يدخل العراق في مشكلة حقيقية جدا في مسألة أي تصعيد أزمة سياسية أو تدخل إيراني إذا ما فشلت أساسا هذه المفاوضات النووية أو تصعيد من الفصائل المسلحة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية الواضح هي تعول على تحقيق دفاع ناجح، وأن لا تسمح الفصائل المسلحة أن تقتل أو تجرح أو تحقق ضربات فعالة ضد القواعد. ندافع وندافع ونرد في الداخل السوري وننتظر من ممكن أن يجري في الداخل العراقي، ولكن أو في طبعا في الداخل العراقي أو حتى في مسألة المفاوضات النووية. وبالتالي هنالك كثير من التطورات التي من الممكن أن تكون قادمة في هذه الفترة في ظل هذا الاستنفار الذي لا يأتي من فراغ أبدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.